صباح الخير وصباح النور وصباح الورد وصباح المسك وصباح العود القماري وصباح كل حاجة زوينة وصباح العطر الغالي وصباح العود القماري وصباح البسمة وصباح القشطة والحليب والعسل. كديرين لبس عليكم يا أحلى متتبعين، كديرين لبس عليكم، كصبحتو كنبارك لكم العيد، تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله الصحة والسلامة وطول العمر وتشوفوا وليداتكم كي بغيتوهم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. كنبارك العيد لعائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة وعائلتي ديال اليوتيوب اللي كنحبكم وكنموت عليكم وكنبغيكم بحال ولادي بحال بناتي بحال خوتي بحال خواتاتي، وليتو جزء مني قسما بالله. راه اليوم العيد واليوم كبير عند الله، ذكرى النبوية، راني كنبغيكم وكنموت عليكم وباركت لكم العيد في هذا الصباح كما كتمنى، وان شاء الله بغيت لكم ان شاء الله يا ربي. كل من كيتمنى شي حاجة يحققها لي الله، كل من بنية باغا تجوج الله يسهل عليها، اللي باغي يخدم الله يسهل عليه، اللي باغا تولد الله يحل حزامها، وكل واحد اللي كيتمنى شي حاجة يحققها ليه الله ان شاء الله يا ربي. وبنياتي تا هما معاكم، الدعاء لكم والبنياتي وبنيات أمة سيدنا محمد يا ربي، وراني كنبغيكم وكنموت عليكم يا الكويدات يا الوريدات ديولي، وكنهضر معاكم اخوتي راه بحال اللي كنهضر مع بنياتي والله شاهد عليا. وشكرا لكم، وراه كنبارك العيد للعالم كله، المغرب خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، الدول العربية، كل من كيشاهدني راه كنبارك ليه العيد. والمغاربة كلكم، جالية المغربية فين ما كنتو، مصر، تونس، الجزائر، ليبيا، السعودية، العراق، كل بلاد، فرنسا، ألمانيا، كل من كيتفرج فيا، كل من داخل عندي راني كنبارك لكم العيد اخوتي. وتعيدوا تعاودوا بالصحة والسلامة، ونشوفكم كل عام ان شاء الله. ودعيوا معايا تا انا اللي شاف هذا الفيديو، تا انا باركوا لي العيد ودعيوا معايا، الله يشافيني والله يشافي كل مريض، الله يشافي كل مريض، والله يرحم الاموات، والله يرحم والدينا، واللي والديه باقي حيين يتهلا فيهم، واللي ميتين الله يرحمهم ويوليهم برحمه الله، والله يرحم واحد الوليد راه مات البارح مسكين عنده 17 عام، الله يرحمه الله يرحمه مسكين، الله يصبر ميمته ويصبر خوته، واحد الوليد ما تصبروش ليه، الله يصبر عائلته ويصبر ميمته الكبيدة ديالها مشى ليها البارح مسكين على موطور، والله الله يحد الباس. وشكرا لكم اخوتي، انا مجدة الطير ديالي اليوم داري انا وبنتي ان شاء الله، وغادي نشوفوا دابا فين نمشيو ان شاء الله يا ربي. وفين ما مشيت اخوتي راكم معايا، انا غادي نوري للبنيات الطير ديالي، والخير راه في ديوركم، وراكم نتوما مالي الخير، وكل واحد راه عنده خير في دارو. ها نتوما الطبيله ديالي اخوتي، الطبيله ديالي في سويلين ديالي ديال ماماكم خديجه ام البنات، هيا داكشي اللي قسم الله اخوتي. راني ما تناكلش هادشي كما تتعرفوا، ما تناكل لا مسمن لا كيكه لا حلوه لا حتى شي حاجه، ما درتش حلوه، قلت لها بلاش بنيتي ما تناكلهاش وتتبقى غير هكاك صافي، داكشي اللي قسم الله ديريه انا وبنياتي بجوج، وغادي نجيو خواتها تم، ما عرفتش شكون اللي غادي يجي عندي وفين انا غادي نمشي، المهم اللي جاي عندي راني غنصور معاكم، وفين ما مشيت راه غنصور معاكم اخوتي. خوتي وليداتي بنياتي عيدكم مبارك سعيد، ذكرى النبوية. انا دابا غادي نمشي نزور دار الوالدين، نمشي نشوف خوتي تما، انا غادي نمشي عندهم. ودرت هذا الفيديو قصير غير باش نبارك لكم العيد، ودابا غتكونوا خرجتوا تفرجتوا في الفيديو، وغتمشيو نتوما تشوفوا حبابكم وصحابكم، وبارطاجيو لي هذا الفيديو وديروا لي لايك، الله يجازيكم بخير وشكرا لكم، وكنبغيكم بزاف، وراكم عزاز على قلبي، ورا ربي اللي مطالع، ماشي كنافقكم ولا كنقول هادشي غير على اليوتيوب، بحال اللي كنهضر مع وليداتي ومع خوتي وخواتاتي قسما بالله بنياتي. وشكرا لكم وباي باي عليكم، وعيد مبارك سعيد،
وتهلاو في ريوسكم وسيروا عند حبابكم وزوروا والديكم وما تحافيوش، واخا الانسان ما يدويش معاكم عيطوا ليه، ديو الاجر ديالو. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، راه الدنيا ما دايماش. الوليد اللي قلت لكم البارح مسكين راه على والو مشى العمر ديالو اخوتي، على والو مشى مسكين، غادي غير مسخر على شارجور في طريق هذا ازمور، دخل في بوطو مسكين راه مات. لهذا اخوتي ما تحافيوش، والانسان على يدير الخير علاش قد، ورا الدنيا دايزه باش ما عطى الله، ورا الحياه قصيره. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، انسان ما يحافي لا خو لا اختو لا هذا. والله يسمح لينا، الله يسمح لينا، والله ينعل الشيطان، والله يحنن القلوب، الله يعطف القلوب، والله يرطب القلوب. هذا الشيء اللي كنطلب اخوتي، وما هذا الشيء راه كثير، هذا الشيء راه كثير بزاف اخوتي. شوفوا هاد كورونا جات هي، شوفوا شنو دارت في بنادم، وهكاك وبنادم باقي اخوتي ما باقي، كاين اللي ما باقي جاهل. الله يسمح لينا، الله يسمح لينا. يلا اخوتي سمحوا لي، بارك لكم العيد ودخلت لكم هادو، عواشر مبروكه والسلام عليكم خوتي وليداتي بنياتي. عيدكم مبارك سعيد، ذكرى نبويه. انا دابا غادي نمشي نزور دار الوالدين، نمشي نشوف خوتي تما. انا غادي نمشي عندهم، ودرت هاد الفيديو قصير غير باش نبارك لكم العيد. ودابا غتكونوا خرجتوا تفرجتوا في الفيديو، وغتمشيو نتوما تشوفوا حبابكم وصحابكم، وبارطاجيو لي هاد الفيديو وديروا لي لايك. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم، وكنبغيكم بزاف، وراكم عزاز على قلبي، ورا ربي اللي مطالع، ماشي كنافقكم ولا كنقول هادشي غير على اليوتيوب، بحال كنهضر مع وليداتي ومع خوتي وخواتاتي قسما بالله بنياتي. وشكرا لكم، وباي باي عليكم، وعيد مبارك سعيد، وتهلاو في ريوسكم وسيروا عند حبابكم وزوروا والديكم وما تحافيوش، واخا الانسان ما يدويش معاكم عيطوا ليه، ديو الاجر ديالو. وهادشي اللي كاين اخوتي، راه الدنيا ما دايماش. الوليد اللي قلت لكم البارح مسكين راه على والو مشى العمر ديالو اخوتي، على والو مشى مسكين، غادي غير مسخر على شارجور في طريق هذا ازمور، دخل في بوطو مسكين راه مات. لهذا اخوتي ما تحافيوش، والانسان على يدير الخير علاش قد، ورا الدنيا دايزه باش ما عطى الله، ورا الحياه قصيره. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، انسان ما يحافي لا خو لا اختو لا هذا. والله يسمح لينا، الله يسمح لينا، والله ينعل الشيطان، والله يحنن القلوب، الله يعطف القلوب، والله يرطب القلوب. هذا الشيء اللي كنطلب اخوتي، وما هذا الشيء راه كثير، هذا الشيء راه كثير بزاف اخوتي. شوفوا هاد كورونا جات هي، شوفوا شنو دارت في بنادم، وهكاك وبنادم باقي اخوتي ما باقي، كاين اللي ما باقي جاهل. الله يسمح لينا، الله يسمح لينا. يلا اخوتي سمحوا لي، بارك لكم العيد ودخلت لكم هادو، عواشر مبروكه والسلام عليكم.